بسم الله الرحيم. كنظن انها تكون القرار صعيبه كما جميع المقابلات، لان بحكم اننا ابطال الظريفه جميع الفرق تستنانا، جميع الفرق توجد لينا. كنظن انك مر بمرحله صعيبه، ماشي من النتائج ولكن من ناحيه ديال لافاتيك، من ناحيه ديال البنت ديال العاوه. نحاولوا نجري الاسبوع اللي نلعبوا ثلاثه ديال المقابلات. ابتداء غدا غتكون مقابله صعيبه، فريق اللي في مستوى، فريق اللي كيلعب كره هجوميه، فريق اللي كيجري كما كنقولوا. دونك غتكون مقابله صعيبه بزاف. كنظن بان اللاعبين استعدوا بعد السفر الطويل ديال الحسيمه، فكنظن بان اللعابه ارتاحوا مزيان، ريكوبيرينا مزيان باش جميع الواجهات. فكنظن بان خصوصا في الملعب ديالنا فخصنا ننتصروا. بدأتنا المقابله في الملعب ديالنا بعد ضيعنا مع الرجاء في الميدان ديالنا، فخصنا نرجعوا النقاط اللي ضاعوا عنا. ان شاء الله نكونوا في المستوى، لان اللاعبين عارفين اللي عليهم. نتمنى ان شاء الله الجماهير تجي تعاوننا، لان السنه الماضيه فزنا باللقب، لان الجماهير تعاونتنا في الاسابيع الاخيره ديال البطوله. فكنظن بان خصنا تجي تعاوننا تسندوا الفريق، لان كاين لاعبين بزاف شباب. دونك ان شاء الله نتمنى نحققوا ثلاث نقاط، ومن بعد نفكروا ان شاء الله في الدوري ان شاء الله.